وقوفنا اليوم أمام أرواح هؤلاء الشهداء الذين أمطروا ضربا ثم بعد ذلك جرحا وتقتيلا وغرقا في نهر السن، وكذلك بالنسبة لما ينساه الكثير هو 11,000 جزائري الذين رحلوا في تلك الظروف من فرنسا إلى الجزائر ورمي بالكثير منهم في البحر الأبيض المتوسط ولا نعرف حتى أسماءهم، حتى أسماءهم. فبالتالي هذا ما يمكن أن نسميه الجندي المجهول. فإحنا عندنا جنود ومواطنين ما زالوا مفقودين ولا نعرف عنهم شيء، وكذلك بالنسبة لهذا الحدث هذا بالذات فإن ما وقع فيه يعني ليس عارا فقط على الدولة الفرنسية ولكنه أيضا عار في جبين البشرية. ارتأى الأرشيف الوطني أن يقيم معرضا بهذا الموضوع ويحاول قدر الإمكان أن يثبت أن هذه الأحداث كانت دامية في حق الشعب الجزائري، وذلك يكون من خلال الوثائق والصور التي توثق لهذا الحدث، الحدث الذي يعبر عن مدى الوحشية، عن مدى الوحشية التي واجه بها الاستعمار الفرنسي أولئك المتظاهرين السلميين العزل من السلاح.